في الحقيقة. وبعدين مش بس في الأوقات السهلة، لا ده في الأوقات الصعبة اللي كل الناس بتبقى قلقانة إن هي تعدي الكورة، لا هي بتطلع بكل قوة وشايفة كويس جدا البلوك وما شاء الله عليها، الله يحفظها ويحميها. آمين مصر يا رب. آمين. عندنا شكلت مع فريدة العسقلاني حائط صد منيع، يعني شفنا وقفوا اللعيبة خلود المتميزة عندهم من مركز 4، وقفت في بداية المباراة 6 نقط. شروق بتلعب الإرسال، والحقيقة برضو شروق كويس جدا إنها حافظت على الإرسال في بداية المباراة، عشان احنا كان عندنا الخط احسن خط عندنا على الشبكة. صحيح. فريدة وآية ما عدوش كورة، فيعني كان في توفيق كبير قوي برضو من فريدة العسقلاني مهما اتكلمت عليها ما وفاش حقها. خلينا نعلق على الصورة، نستأذن حضرتك، دي طبعا فريق الأنابيب الكيني في المركز الثالث الحقيقة بالميدالية البرونزية، وشفنا نجمات النادي الأهلي داخلين في على المنصة في المركز الأول، وهيبقى قرطاش في الثاني. الحقيقة لحظة جميلة، وده طبعا كابتن محمود الخطيب مع الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، المهندس خالد نصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، المهندس محمد الجرحي أيضا رئيس اللجنة العليا المنظمة، وطبعا عضو مجلس الإدارة، دول لاعبات قرطاج بنوجه لهم كل التحية والتقدير، عملتوا اللي عليكم، واحنا كنا سعداء جدا بفريق قرطاج على ملعب النادي الأهلي. هارد لك، بنقول لهم طبعا أكيد هارد لك أشقائنا التوانسة، يعني احنا بلد واحد، وأكيد يعني كنا سعداء جدا بوجودكم معانا. جماهير النادي الأهلي العظيمة الحقيقة اللي كان ليهم دور كبير النهاردة، ما سكتوش لحظة حتى في الأوقات المهمة، كان عندهم ثقة كبيرة جدا في فريقهم. طبعا دول نجمتنا، الفرحة الحقيقة كبيرة وشكل جميل ومنظر رائع، حتى تنظيم الختام وتسليم الجوائز بيدار على أكمل وجه. الحقيقة الواحد يعني سعيد جدا بالمنظر. فريدة العسقلاني فعلا زي ما قلنا أخذت الكاس. يا ريت يا جماعة لو تجيبوا لنا الصوت اللي في الملعب استأذنكم عشان نقدر نعرف. طيب هنروح لأرض الملعب نشوف اللقطات وارجع أعلق على اللي هيحصل. اتفضل. Thank you.
كله راح.